أعزائي الطلبة، طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي، اليوم إن شاء الله رح نبلش شرح وحدة العضوية، الوحدة الأخيرة من منهاج التوجيهي الأردني. الوحدة هاي لها وزن كبير في أسئلة الوزارية ولها أهمية كبيرة، اللي بتتضمن فصل واحد اللي هي اللي بتناول تفاعلات اللي بتحدث على المركبات العضوية وطريقة تحضير هذه المركبات. الفصل الثاني من هاي الوحدة تم حذفه من الوزارة، فرح نركز على التفاعلات العضوية وطريقة تحضير هاي المركبات العضوية عشان نقدر نفهم ما التفاعلات التي تحدث على المركبات العضوية وطريقة تحضيرها. لابد نعمل مراجعة لمفاهيم أساسية تم تناولها في الصف الأول الثانوي العلمي السنة الماضية. المفاهيم هي اللي بتتناول إنه أنا كيف بدي أجري تفاعل لمركب عضوي أو أجري تحضير لهذا المركب من دون ما أعرف إنه هذا المركب ينتمي لأي عائلة. فإحنا في هذه البداية نعمل مراجعة كمدخل لهاي الوحدة اللي هي بتتناول التعرف ما المقصود في المركب العضوي، طريقة الروابط اللي بتكونها ذرة الكربون، وكل عائلة من العائلات المركبات العضوية شو المجموعة الوظيفية اللي بتحتويها عشان أنا أقدر أميز هذا المركب العضوي، أتعرف على عائلته. يعني كيف شخص أول ما أشوفه أعرف أنه لأي عائلة ينتمي؟ نفس الإشي المركب العضوي من خلال صيغته الكيمياء البنائية أو من خلال اسم المركب بدي أعرف لأي عائلة ينتمي عشان أقدر أجري التفاعل عليه أو أقدر تحضير هذا المركب. هلأ أنا في البداية عشان أعرف هذا الإشي بدي أعمل مراجعة سريعة. المقصود في المركب العضوي هو مركبات أو إنه الكيمياء العضوية هي عبارة عن كيمياء، أحد أفرع الكيمياء اللي بتختص بدراسة مركبات الكربون. يعني إن المركب العضوي هو يحتوي بشكل رئيسي على عنصر الكربون اللي هو رمزه C، حيث إنه ذرة الكربون زي ما إحنا بنعرف تحتوي على 6 إلكترونات، توزيعها الإلكتروني اللي هو 1s2 2s2 2b2. من خلال مستوى التكافؤ لذرة الكربون انتم مش مطالبين بالتوزيع الإلكتروني، بس عملية مراجعة سريعة عشان نعرف كيف تتم عملية الترابط بين ذرات الكربون الموجودة داخل المركب العضوي. بنلاحظ انه من خلال مستوى التكافؤ لذرة الكربون انه بيحتوي على 4 إلكترونات، حيث تستطيع هذه ذرة الكربون الارتباط أو المشاركة مع الذرات المحيطة بها من خلال عمل روابط تساهمية بأكثر من شكل. من هاي الأشكال إنه تقوم ذرة الكربون ببناء رابطتين ثنائيتين أو رابطة ثنائية ورابطتين أحاديتين أو 4 روابط أحادية. هلأ منلاحظ من خلال هذا الارتباط إنه في المركب العضوي إحنا رح نهتم إنه رح نلاحظ إنه ذرات الكربون إما بتكون فيما بينها روابط من نوع أحادية أو بين ذرتين كربون متجاورتين يوجد رابطة ثنائية أو بين ذرتين كربون يوجد رابطة ثلاثية. هاي أنواع الروابط التساهمية اللي رح نشاهدها أثناء دراستنا للمركبات العضوية، رح نأخذها فيما بعد بالتفصيل. رح نعمل مراجعة سريعة لنوع الارتباط اللي بتم بين ذرات الكربون من حيث تداخل الأفلاك اللي درسناه بالصف الأول ثانوي. أنتم مش مطالبين تعرفوا بالتفصيل، بس مطالبين تعرفوا إذا وجدت في داخل المركب العضوي رابطة أحادية بين ذرات الكربون أو بين ذرات الكربون والذرات المحيطة بها من نوع أحادي، هاي الرابطة الأحادية تعني سيجما. بينما إذا وجدت بين ذرتي كربون
رابطة ثنائية. بدنا نعرف إنه واحدة منها من نوع سيجما والنوع الآخر من نوع باي، سواء كانت هاي الرابطة الثنائية بين ذرتين كربونتين متجاورتين أو بين ذرة كربون وذرة أكسجين. رابطة ثنائية تعني إحداهما سيجما والأخرى باي، بينما إذا كانت الرابطة ثلاثية بين ذرتي كربون بدنا نعرف واحدة سيجما وعندي والرابطتين الأخرتين التساهميتين المتشاركتين في تكوين الرابطة الثلاثية من نوع باي. يعني نرجع نعيد، الرابطة الأحادية هي من نوع سيجما، وكل رابطة ثنائية يوجد فيها رابطة من نوع سيجما ورابطتين من نوع باي، بينما بالرابطة الثلاثية عندي رابطة واحدة من نوع سيجما وتنتين من نوع باي. زي ما درسنا بالأول ثانوي إنه بدنا نعرف إنه الرابطة السيجما هي أقوى كرابطة من الرابطة باي. واضح؟ مش مطالبين ترجعوا تعرفوا ليش، بس مجرد تذكير، لأنه زي ما درسنا بالأول ثانوي رابطة سيجما اللي بتتكون من تداخل أفلاك من نوع بي مع بي، تداخل رأس لرأس، نتيجة هذا التداخل رح تضل الكثافة الإلكترونية واصلة على الخط بين نوتي الذرتين المكونة لهذه الرابطة، أو من تداخل فلك من نوع باي مع فلك من نوع اس، برضه التداخل رح يتم تداخل رأسي، رح تضل الكثافة الإلكترونية متجمعة على خط على طول المحور بين نوتي ذرتين اللي بكون لهذه الرابطة، أو من تداخل فلك من نوع اس مع اس، برضه رح تبقى الكثافة الإلكترونية متجمعة على طول المحور الواصل بين ذرتي النوتين الذرتين المكونة لهذه الرابطة، بينما رابطة باي اللي هي تتم من تداخل فلك بي مع بي، تداخل جانبي، فنتيجة التداخل الجانبي راح تنفصل الكثافة الإلكترونية على جانبي المحور الواصل بين نوتي الذرتين، مما يضعف من إيش؟ من هاي الرابطة. واضح؟ مش مطالبين فيه، بس مطالبين إنه نعرف إنه الرابطة سيجما أقوى كرابطة من نوع باي لما نبلش نشرح التفاعلات الكيميائية، عشان نعرف وين أين تحدث التفاعل الكيميائي، إن وجدت الرابطة باي أو إن وجدت الرابطة سيجما. نرجع لموضوعنا، كمان من المعلومات اللي لازم نعرفها إنه ذرة الهيدروجين تكون رابطة أحادية، المجموعة السابعة الهالوجينات تكون برضه رابطة أحادية، ما بتقدر تقدر تكون أكثر من رابطة إلا فقط رابطة أحادية. ذرة الأكسجين تكون رابطتين، إما بصورة أن تكون ذرة الأكسجين عاملة رابطة ثنائية، أو بصورة أنها بتكون عاملة رابطتين أحاديتين. واضح؟ هلأ حنرجع نعمل مراجعة سريعة برضه لأصناف المركبات العائلية، يعني بمعنى آخر العائلات المركبات إيش عندي؟ العضوية. زي ما أخذنا بصف الأول ثانوي، المركبات العضوية مكونة من مركبات هيدروكربونية ومشتقات المركبات الهيدروكربونية. شو المقصود بالمركبات الهيدروكربونية؟ هي مركبات تتكون من كربون وهيدروجين فقط، مركبات تتكون من كربون وهيدروجين فقط، يعني داخل المركب العضوي مش راح ألاقي إلا سوى بس فقط ذرات كربون، وإيش عندي؟ محاطة بذرات هيدروجينية، ذرات الهيدروجين، بغض النظر عن طول السلسلة الكربونية، يعني كم إيش مكان عندي عدد ذرات الكربون داخل المركب، فقط سوف ألاقي ذرات كربون مرتبطة بذرات هيدروجين محاطة بها،
وطالما عندي ذرات هيدروجين محاطة بها، سوف نشاهد أن جميع الروابط حول ذرات الكربون المرتبطة بذرات الهيدروجين هي روابط تساهمية أحادية، زي ما تعرفنا قلنا من نوع سيجما. بينما مشتقات المركبات الهيدروكربونية من الاسم، يعني عندي رح ألاقي كربون بالإضافة لذرات هيدروجين وعناصر أخرى، اللي هم المقصود بالعناصر الأخرى اللي هم إما ذرات هالوجين أو أكسجين أو نيتروجين، اللي إحنا مش رح نتطرق لهذا النوع من النيتروجين اللي تم حذفه من الوزارة، إنه مش رح نتعرف لا على التفاعلات الأمين ولا على طريقة تحضير لا مركبات الأمينات ولا مركبات الأمد. المركبات الهيدروكربونية التي من الاسمها تحتوي من الاسم هيدروجين وكربون تقسم إلى مركبات أليفاتية، ودرسنا بالصف الأول ثانوي في مركبات أروماتية اللي هي بمعنى آخر اللي هي كانت تحتوي على حلقة بنزين اللي احنا بنعرفها، حلقة سداسية بداخلها دائرة اللي بتوضح حركة الروابط الثنائية داخل حلقة البنزين، اللي هم عددهم 3 روابط ثنائية اللي مواقعهم غير ثابتة تتم بحركة مستمرة تتحرك ما بين الروابط الستة اللي هي أضلاع الحلقة السداسية اللي احنا مش رح نتطرق لها في الوزارة أو في عندي بمنهاج التوجيه. إحنا فقط مطالبين بالمركبات الهيدروكربونية اللي أليفاتية اللي مقسمة إلى أليفاتية مشبعة وأليفاتية غير مشبعة. ما المقصود بأليفاتية مشبعة؟ هي مركبات هيدروكربونية رح ألاقي كربون وهيدروجين، وجميع الروابط بين ذرات الكربون والهيدروجين روابط أحادية، ورح نتعرف فيما بعد إنه هاي المركبات الألفيتية المشبعة تتفاعل إما بتفاعل استبدال أو حذف، اللي هي مثال عليها اللي درسناه بأول ثانوي اللي هي مركبات أو عائلة الألكانات. عائلة مين؟ الألكانات، ورح نحكي عنها بالتفصيل كمان شوي. وعندي مركبات ألفاتية غير مشبعة اللي مقسمة أو مصنفة لعائلتين رئيسيتين ضمن هذه المركبات اللي هي ألكينات وألكانات. ألكينات وألكانات اللي رح نحكي عن كل واحدة بالتفصيل كمان شوي. مشتقات المركبات الهيدروكربونية اللي حكينا عنها اللي بتتكون من كربون وهيدروجين وعناصر أخرى، راح يكون هذه العنصر إما ذرات الهالوجينات اللي حكينا عنهم فلور كلور بروم يود، راح تكون هدول متصلات أو مرتبطات مع ذرات كربون، أو راح نلاقي إنه الكربون مرتبطة برابطة ثنائية مع مين؟ مع الأكسجين. الهالوجينات زي ما حكينا قبل قليل إنه تستطيع تكوين رابطة أحادية، عشان الكربون لما يرتبط مع هذه الذرات رح يكون معاها رابطة تساهمية من نوع أحادية، بينما الكربون إذا ارتبط مع الأكسجين رح يكون رابطة ثنائية اللي هي واحدة منهم سيجما والتانية من نوع باي. هدول المركبات المشتقات الهيدروكربونية اللي مقسمة برضه لمركبات مشبعة وغير مشبعة، وزي ما حكينا قبل شوي المقصود بالمشبعة إنه جميع الروابط حول ذرات الكربون رح نلاقيها روابط من نوع أحادية اللي مصنفة لثلاث عائلات رئيسية، هاليد الألكل والكحول والإيثر، اللي رح نرجعهم معاكم نتعرف على كل واحدة بالتفصيل. والمركبات الغير مشبعة اللي مصنفة لعائلات رئيسية اللي احنا مطالبين فيهم الألديهايد والكيتون والحمض الكربوكسيلي والإستر، رح نحكي عن كل واحدة بالتفصيل. رح أبلش معكم هلأ بأول عائلة من مركبات الهيدروكربونية الأليفاتية المشبعة اللي هي الألكانات. الألكانات مركبات عضوية أليفاتية
مشبعة أي تعني تحتوي على روابط أحادية بين ذرتي الكربون. وعشان نتذكر هذا الحكي، المركب الألكاني أو المركب العضوي راح نلاقيه مقسم إلى من شقين. شق يوضح عدد ذرات الكربون المكونة في هذا المركب، وزي ما حكينا إنه العنصر الرئيسي للمركب العضوي اللي هو ذرات الكربون. والشق الثاني اللي بوضح لي العائلة التي ينتمي إليها مين؟ المركب العضوي. عشان نتذكر هذا الحكي، نذكركم بأول ثانوي إنه إحنا تعرفنا إنه إذا تم إنه المقطع للمركب العضوي، إذا بلش المقطع بمقطع ميث، يعني أنا تعني عندي ذرة كربون واحدة داخل المركب، وإذا إيث يتكون من ذرتي كربون، سواء كانت ذرات الكربون داخل هذا المركب الرابطة بيناتهم أحادية أو ثنائية أو ثلاثية. المهم أنا عندي المركب يتكون من عدد ذرات الكربون بداخله من ذرتين. عندي بروب تعني عندي ثلاث ذرات كربون الاضطرابات بيناتهم أحادي، أو عندي ثلاث ذرات كربون وبين ذرتي كربون متجاورتين رح نلاقي إنه في عندي رابطة ثنائية، أو ثلاث ذرات كربون والرابطة بين إحدى ذرتي كربون متجاورتين ثلاثية والأخرى حتكون إيش؟ أحادية. لما أحكي أنا عندي ميث يعني ذرة كربون واحدة، إيث ذرتي كربون، بروب ثلاث ذرات كربون، بيوت تعني أربع ذرات كربون بغض النظر عن طريقة الارتباط أو نوع الرابطة روابط بين ذرات الكربون. عشان نتذكر إحنا بالفن لما أرسم بيت، البيت بيوت من بيت، يعني أنا برسم أربعة أضلاع عشان أتذكر دائما بيوت مرتبطة بأربع ذرات كربون. بنت تعني خمس ذرات كربون في داخل المركب. هكس دائما الطالب بلخبط بين هكس وهبت بجورة بعض. هكس مأخوذة من سكس يعني ست ذرات كربون، فهبتش راح تكون المباشرة وراها سبع ذرات كربون. أوكت ثمان ذرات كربون. نون تعني أنا في داخل مركبي تسع ذرات كربون. وديك تعني عشر ذرات كربون. اللي نقدر نحفظهم في بيت من الشعر اللي هما إله لا ضمن سياق شعري أو ضمن معنى في اللغة العربية اللي هو ميث الإيثاني وبرب البيت بنتاني هكسة وهبتة وأكتة نوني ديكان. ميث ذرة كربون واحدة، إيث ذرتي كربون، بروب ثلاث ذرات كربون، وبيوت أربعة، وبنت خمسة، وهكس ستة، وهب سبعة، وأكت تمانية، ونون تسعة، وديك عشر. فلما أحكي أنا عندي مركب العضوي اسمه ميثان، ماذا يعني ذلك؟ بنلاحظ من الاسم بتكون من مقطعين. المقطع الأول بيعرفني إنه أنا داخل مركب العضوي ميث يعني ذرة كربون واحدة. آن إذا انتهى المقطع المركب العضوي بمقطع آن يعني ينتمي لعائلة الألكان، وألكان يعني روابط أحادية بين ذرات الكربون في داخل المركب العضوي. فلما أحكي ميث ذرة كربون واحدة، وزي ما حكينا ذرة الكربون بتعمل أربع روابط بغض النظر شو نوع الروابط التساهمية، ولكن بحالة الألكان راح تكون جميعها روابط أحادية. فالأربعة مخارج اللي راح تطلع من ذرة الكربون هي روابط أحادية. وطالما الألكان مركب هيدروكربوني يعني يحتوي على كربون وهيدروجين، عرفنا عدد ذرات الكربون، إذا الباقي راح يكون عبارة عن ذرات هيدروجين، والهيدروجين لا يستطيع إلا تكوين روابط أحادية. هذه الصيغة اللي أنا مثلتها أمامكم هاي بنسميها صيغة بنائية، يعني تعني
تعني أو توضح في هذه الصيغة البنائية نوع ذرات العناصر المكونة للمركب وطريقة ارتباطها فيما بينها. لما أجي أوضح نوع العناصر المكونة للمركب وعددها في داخل مركبي، عندي كربونة واحدة وأربع ذرات هيدروجين، هذا يعني تعني هذه الصيغة الصيغة الجزيئية للمركب. وهلا أنا عندي هلا الصيغة الجزيئية لمين؟ للميثان. فلما أحكي أنا CH4 خلص بعرف ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين حواليه، إذا هذا ميثان الكان، سواء من صيغته الجزيئية أو من شكل صيغته إيش عندي؟ البنائية. ده أخذ مركب الكاني آخر اللي هو الإيثان. إيثان يعني إيث ذرتين كربون، آن يعني الكان، جميع الروابط بين ذرات الكربون شو رح نلاقيها؟ أحادية. فعرفت إنه طريقة الارتباط بين الكربون أحادي، أنا بعرف إن الكربون بيعمل أربع روابط، هاي أول رابط يعني أول مخرج منها من ذرة الكربون الأولى، فبقي لها إيش عندي؟ ثلاث روابط وأحادية. وذرة الكربون الثانية نفس الإشي، رابط أحادية بين ذرتي الكربون، فصفى عندنا لازم يكون باقي الروابط حواليها ثلاث روابط أحادية. مركب هيدروكربوني يعني كربون وهيدروجين، رح يكون باقي الذرات المحيطة بذرات الكربون هم ذرات هيدروجين، هاي صيغة بنائية. بينما الصيغة الجزيئية أجي أحدد عدد ذرات الكربون عندي تنتين، وعدد ذرات الهيدروجين بعدهم بيطلع 1 2 3 4 5 و6 ذرات هيدروجين. لو بدي أجي أوجد العلاقة بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين في مركب الألكان، رح ألاحظ إنه العلاقة بين عدد ذرات الهيدروجين والكربون اللي هي إيش مكان عدد ذرات الكربون في داخل مركبي؟ عدد ذرات الهيدروجين رح تكون ضعفها زائد 2. أرجع هون، الست إيش علاقتها بالتنين؟ اللي هي مربع أو آسفة ضعف العدد 2، 2 × 2 = 4 زائد 2 شو بعطيني؟ 6. هذه اللي بسميها الصيغة الجزيئية العامة لعائلة مين؟ الألكانات. واضح؟ اللي حكيناها هون الصيغة الجزيئية العامة للألكانات CnH2n+2. فأي مركب عضوي يحتوي يكون عدد ذرات الهيدروجين ضعف عدد ذرات الكربون زائد 2، فعرفت إنه مركب عبارة عن مركب ألكاني. يعني لنفترض أنا عندي مركب يحتوي على 20 ذرة كربون و 42 ذرة هيدروجين، لأي عائلة ينتمي؟ بشوف العلاقة بين عدد ذرات الهيدروجين والكربون. إذا كانت عدد ذرات الهيدروجين ضعف عدد ذرات الكربون 2 × 20 = 40 زائد 2 = 42، طلعت على الصيغة الجزيئية العامة لـ CnH2n+2. إذا المركب عبارة عن مركب ألكاني، أي جميع الروابط بين ذرات الكربون رح نلاحظها إيش عندنا؟ جميعها أحادية مهما كان عدد ذرات الكربون داخل مركبي. واضح؟ وصلت الفكرة؟ رح نروح على نتذكر قواعد تسمية الألكانات. انتوا في التوجيه مش مطالبين بالتسمية، بس مطالبين إذا وجد عندي المركب إنه أشوف أعرف إنه هذا ينتمي إلى الألكان. فأنا عندي على السريع بس مجرد تذكير، أنا عندي المركب العضوي إيش مكان عدد ذرات الكربون بداخله؟ باجي أخذت هذه الصيغة للمركب، باجي أول خطوة زي ما تعلمنا أجرد مركبي العضوي من عدد من ذرات إيش؟ هيدروجين، يعني أوضح فقط السلسلة الكربونية لمركبي. أي باجي أنا عندي ذرة كربون بجردها من الهيدروجين، جميع ذرات الكربون المكونة لإيش؟ لمركبي العضوي.
بعد ما أجرد أحوله من مركب يحتوي على كربون وهيدروجين لا لا هيكل كربوني. شو يعني هيكل كربوني؟ مجرد من ذرات الهيدروجين، يعني بس موضح عدد ذرات الكربون وطريقة الارتباط فيها. بحدد زي ما تعلمنا الكربونات الطرفية، يعني الكربون المرتبطة فقط برابطة واحدة، هاي طرفية وهي طرفية وهي طرفية. نختار أطول سلسلة كربونية بدايتها طرفية ونهايتها طرفية، فراح نلاحظ أطول سلسلة كربونية الآتية اللي هي بلش بطرفية وتنتهي بطرفية. الخطوة الثانية باجي أرقم من الطرف الأقرب لميل للتفرع. هذا الطرف التفرع عندي رح لاقيه عندي لو درقم من هذا الطرف رح لاقي ان ذره الكربون مرتبطه او المتفرعه من الهيك من الطريق اللي حددته او اطول سلسله كربونيه لدي اللي هي متفرع من رقم 1 2 3. لو بدي اجي من هون رح الاقيها 1 2 3، فمش رح تفرق معك سواء رقمت من هون ولا من هون، رح يبقى التفرع ياخذ رقم ايش عندي 3. فباجي برقم 1 2 3 4 5. التفرع دائما حسب عدد ذرات الكربون فيه تفرع يسمى تسميته كربونة واحدة يعني ميث. والتفرع منلاحظ انه يحتوي على عدد ذرات الهيدروجين 3، يعني بدي اجي اخذ الالكان المقابل لهذا التفرع اللي بيحتوي على 4 ذرات هيدروجين والتفرع بيحتوي على 3 ذرات هيدروجين، رح الاحظ ان هذا الميثان، هذا ميث صح؟ بس الفرق بين التفرع وذرات الهيدروجين في التفرع وعدد ذرات الهيدروجين في المركب العضوي ناقص عنه بذرة هيدروجين واحدة، فما بقدر أحكي له ألكان ميثان. فالتفرع دائما بنهيه بمقطع إيل فبحكي ميثيل، فبلاحظ إنه التفرع